جميعنا بين الحين والآخر نتعرض لمواقف محرجة سرعان ما ننساها مع الأيام، إلى أن بعض من المواقف المحرجة تصبح مادة دسمة على الإنترنت وتشتهر بسرعة. لذلك قمنا بجمع لكم أكثر مواقف المحرجة التي صورتها عدسات الكاميرا. أتمنى أن تنال رضاكم، ولكن لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ردة فعل هذا الطفل مضحكة جدا، فعندما كانت هذه المضيفة تقدم الحلوى في مدرجات الملعب، فجاء أحد الأطفال المشاكسين بهذه النظرات الغريبة. عندما كان هذان المراهقان يعبثان في أحد المصاعد، أسقطوا لوح الزجاج، ومما زاد الطينة بلة أنهم قاموا بوضع أحد الدعامات ليرجع لمكانه. شاهدوا ما الذي حدث لهذا المسكين عندما نزع الدعامة. أحد النساء في البار تقوم بعمل حركات باليه برجلها، إلى أن رجلها انزلقت وركلت وجهها صديقتها بقوة. في أحد المناسبات ظل هذا الشيخ المحترم ينظر إلى صدر إحدى السيدات، وعندما انتبهت له تظاهر بأنه ينظر إلى السقف. يا له من موقف محرج جدا. بينما كان هذا اليوتيوبر يعمل فلوغ في بيته يستعرض أفراد أسرته، فجاءته أخته بحركة محرجة أصابته بحرج شديد. شاهدوا ذلك مرة أخرى. إلى أين تنظر يا بني؟ بينما كانت هذه المراسلة في مقابلة على الهواء، انتبهت لهذا الطفل ينظر إلى صدرها، فما كان منها إلا الابتسام له. هل رأيتم أغبى من هذه السرقة في حياتكم؟ تعرض هذا الليص إلى موقف محرج عندما ضبطته إحدى كاميرات المراقبة يقوم بإخفاء سلعة كبيرة الحجم تحت معطفه. شاهدوا ذلك مرة أخرى. تعرضت هذه المغنية إلى موقف محرج لن تنساه في حياتها كلها، فعندما بدأت في رقص رقصتها الشهيرة انزلق سروالها الداخلي بدون أن تنتبه له، وعندما انتبهت له كان الوقت قد فات. عندما كانت هذه المراسلة على الهواء مباشرة فاجأتها إحدى القطط المشاكسة لتصعد على كتفها في مشهد طريف للغاية. في أحد البرامج التلفزيونية دخلت إحدى الحشرات الصغيرة تحت ملابس المذيعة مسببة لها الكثير من الإحراج، خاصة أنها لم تستطع أن تطردها من ملابسها حتى أنها طلبت الاستعانة بضيفها. هذا اللاعب كان يجري أحد اللقاءات وبدأ بإرسال التهاني إلى أنه أخطأ وذكر زوجته وعشيقته، إلى أنه تدارك الأمر ليعود في كلامه ويصحح خطأه. شاهدوا ذلك مرة أخرى. Thank you very much for this, for giving me this, and I appreciate my friends also, my wife and my girlfriend. Yeah, me, my wife. Yeah, sorry to say, I'm just sorry, my wife. لا أدري لماذا كل المذيعات يعانين من التعثر والسقوط، إلى أن هذه السقطة تعتبر بالنسبة للكثيرين أحزن سقطة في العالم. شاهدوا ذلك مرة أخرى. Run free and dive into the sky. Here goes.